انت راضي عن مستوى الوعاظ او الخطباء في مصر بصراحه؟ حقيقه الرضا نسبي. لكن هل انا راضي 100%؟ لا طبعا. طب كم في المية يا فندم؟ لكن نسبيا في بعض الائمه والخطباء كفاءه علميه عاليه، وانا بمر يوم الجمعه على المساجد قبل الجمعه واثناء. يعني لو قلنا لو قلنا نسبه كم يا فندم من الـ 52,000 في ائمه اكثر من رائع 100%. رائع. وفي امام 70% و60%. يعني يحتاج الى تقويم، ودورات التدريبيه منعقده دائما في مسجد النور وفي الملتقيات الفكريه الاسلاميه اللي عاملينها في اسكندريه وفي مرسى مطروح وفي اسوان وفي اسيوط وفي كل محافظات الجمهوريه، بنعمل وكانه ترميم للامام من باب. هل الوزاره موفره لهم يا فندم المناخ والمناخ المادي والمعرفي انه يبقى داعيه جيد؟ يعني مرتباتهم مثلا؟ لا، مرتبات الامام مرتبات موظف الدوله. احنا شريحه من المجتمع ومكون من مكوناته. لا اقول لك كادر خاص لوزاره الاوقاف ولائمه الاوقاف. طب ليه ما تطلبوش ليه بكادر خاص للأئمة؟ نتمنى ان يكون الطلب يعني الآن مثلاً ليس محله. نحن نعرف دولتنا والوطنيه تحتم علينا ان احنا نعرف الظروف التي تمر بها المجتمع في اولويات، لانه المعركه فيها جزء كبير فكري، ومفروض ان الدعاء اللي في المساجد يقوموا بيها. طبعا. يعني انا مثلا، وانت تعرف انه في ائمه كتير بيعملوا اعمال اخرى الى جوار اعمالهم، لانه عشان يعيش، عايز يربي اولاده. عايز يعلمهم. عايز انا اقول لك يا استاذ محمد، لا يمكن ابدا العمل الاخر يصرفك عن دعوتك، حتى ولو كنت تعمل في مهنه اخرى تحسن دخلك، كمدرس، كمحفظ قران، كتعطي دروس خصوصيه في اي مكان عشان ترتب نفسك وتعيد وتحسن وضعك، هذا امر لا يصرفك عن دعوتك. انه دعوتك، الصحابه كل كان له، ما فيش واحد كان معين امام من الصحابه ولا من السلف الصالح. لا صحيح، لا صحيح، بس الوضع كان اختلف في رسالته، ومنهم من كان حدادا ونجارا وسباكا وكذا. بس الوضع اختلف في، يعني الامام بيبقى ليه متطلبات. يعني مثلا امام المسجد. لو انا على سبيل المثال، لو انا هروح اسمعه في الخطبه وهو يرتدي زي الازهري وطالع المنبر، وبعدين بعد المنبر الاقيه واقف مثلا بيبيع في بقاله، هتبقى صعبه. طبعا. او شغال يعني. طبعا هتبقى صعبه شويه. طبعا طبعا لا نتمناها. طب في نسبه من نسبه عندكم نسبه بالناس اللي شغالين اشغال اخرى ولا ما فيش؟ لا، كل اعتقد يعني في ائمه كثير جدا يعملون لكي يحسن دخله. يعني طب ده هل لو ثبت بيتعرض لاي مشكله؟ لا ولا لا يعني لا 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 ابدا خالص. لا، يعني واحد بيحسن دخله لابد ان يكون المهنه التي يمتهنها تتناسب مع وضعه. يعني كإمام مسجد. بالظبط.